يا عاقل نوصيك شلا موصايا، وتفكر وشوف ليامك فاتو. صحبة هذا الجيل ما معاهم نية، ويصح بغي باش يقضي صالحته، ولا فقت معاه يفرقك دغيا، ويولي يهدر يقول لي هم مليتو. كذا من صاحب اللي صحبته بالنية، وحتى واحد ما صدق لي صرته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا أيها الجمهور داخل الوطن وخارج الوطن. وكنشكركم بزاف الناس المتبعين القناة ديال الشيخ علال، وقبيلة راني كنت في الحلقة، وراح الجمهور قالوا لي يا ودي الشيخ علال طلب معنا الله للفريق ديال الكرة باش إن شاء الله يغلبوا البرتغال. ورفادنا الفاتحة راها دعوة الكفوف منظمين دقات السيوف هنا كما يقولوا، والله أعلم. السيد علي قال لك ما القايا مع ضرب السيوف، ولا ما القايا مع رفود الكفوف. ورفود الكفوف راها تعمر مول النية، ورفود الكفوف تخليق للي ما عنده نية. ونطلبوا إن شاء الله نواعدكم، الموعد هو سيدي ربي إن شاء الله بقدرة الله. وكونوا على يقين يا المغاربة، راهم غالبين البرتغال، المغاربة راهم غالبينهم، راهم جايبين العز لينا كاع غير تهناو. والله يحفظنا اللعابة نتاوعنا، والله يحفظنا الجمهور اللي راهم ثما يعني في أرض قطر، راهم مشجعين يعني الفريق الأسود المغاربة الحرار. والله ينصر الملك محمد السادس، الله يطولنا في عمره. ونطلبوا سيدي رب العالمين لهلا حشمنا وعقلوا على الشيخ علال الفنان ديالكم، احنا رحنا غير مجذوبين، ورحنا غالبين، غير احنا غالبين البرتغال، غير من ضرب غير تفرحوا كونوا على يقين. يا سادات نطلبوا الله تعالى، ولكن غادي نوليو الحكاية اللي كنا فيها الحلقة الثالثة هذه. يا الأحباب العبد راه جاي غادي اللي حتى يخلط عند حسنة بنت الملك الديغم، رقبت عليه قالت له صافي، قال لها صافي، اسمو هذا اللي على كتافك؟ قال لها هذا راه الدليع والبطيخ. ياك كيفاش بعد مشيتو بعد الدليع وجيد بعد هذا كي درتو لها؟ قال لها شوفي، هذو راهم الملوك ما معاهمش الزعاقة، ما بين الغريس ما بين النبيت ما بين الطياب ما بين القليع 24 ساعة كل شيء كان واجد. فرحت وقالت بوها بطل وما كاش اللي يرد له ذراعه، بوها سجيع ما كاش اللي يرد له ذراعه. أمرت الجاريات قبضوا على العبد الشكارة. من اللي قبضوا على العبد الشكارة؟ العبد هرب للمدينة، وهي عرضت بنات الوزارة بنات الكبار، وكلتهم شربتهم، قالت لهم عرفتوا وانا علاش عرضتكم ودرت لكم هاد الضيفة كبيرة؟ قالوا لها لا. قالت لهم باراه دار لي الدليع والبطيخ بلا ما يكون وقته، بس تعرفوني انا عزيزة عند با، ورينا هاد الدليع نذوقوا هاد الغلة اللي بلا وقت كيفاه كي درتو لها. جبدت السكارة حلت، هي دخلت يدها في السكارة، يا سادات باش جبد الدليع، وهي جبد راس بوها من الودن باقي عادي يكثر بالدم. اتنكرت وزعفت وقالوا لها هذا هو الدليع، ياك هالشكارة فيها الراس نتاع باك وخوتك. زعفت، النشاط خسر، جات غادية قعدت على الكرسي نتاع باها، داروا بها الوزارة نتاع باها، قالوا لها من بيك؟ قالت لهم سمعوا، عالي قتل لي با وقتل لي خوتي، والعرب حقارة. ولكن
شكون اللي غادي يكون بطل شجيع يزوج بها ويقبض المملكة تاع باها؟ غادي انا شرط عليه شرط واحد. ناض واحد خينا الوزير تاع باها الاول قال ليها شوفي انا نديك وانا نكتب الكرسي، وباش ما بغيتي بغيتي الذهب الفضة الحاجة اللي طلبتيها راها موجودة. قالت له لا. كيفاش؟ قالت له الشرط ديالي اللي غادي تجيب لي، غادي تجيب لي محمد وفاطمة والحسن والحسين وعلي. علي إيه؟ قال لي انا ما نتزوج بيك، ما نقبض كرسي تاع الوزارة نسمح فيها. شكون يقدر العرب اللي يجي يخطبها شرط عليه الإمام علي؟ ما يقدرش. تسمع بها واحد الجاهل واحد اخر يقولوا له الملك الاطريف جاء عندها قال لها من بيك انت اللي خطبك ما بغيتي تتزوجي بيه، واش راكي طالبه بالصداق تاعك؟ قالت له ودي الصداق ديالي صعيب بصح انت يمكن تنجم تجيبه. اسمه هو. قالت له جيب لي محمد وفاطمه والحسن والحسين وعلي وحتى هاد المملكه زيدها. قال لي انا نجيبهم. انت و... قالت له الا تجيبهم ما عندي ما نسال. قال لي هالسنية باللي تزوجي بيا سنيات وحتى هو سنية باش يجيب العرب. قال لي شوفي عندي زوج نتاع العبيد غادي يمشيو يسوقوا العرب كاملين كما قال الكتاب والله يعلم احنا تابعين. قال لك واحد يقول له كندر وواحد يقول له الهياف. قال لك 3 ميت ونص في الطولان تاع العبد والهراوة اللي يرفدوها فيها 50. شوف العظمة اللي كانت بكري. قالت له شت كاينة حاجة؟ و قالت له راك غلط، ندو العسكر ديالي وندو العسكر ديالك بحري لغزينا على محمد. قال لي هو وفوقاش غادي نقلعو؟ قال نديرو على 20 يوم كما يقولوا. شحال لم هذا العدو هذا الجهل يلم 400 ألف و24 ألف جندي؟ لكن سيدنا محمد شكون اللي غادي يجيب له الخبر؟ ما كانش اللي يجيب له الخبر الا واحد الصحابي كيقولوا له السيد عمر بن اميه الدميري. ما عنده لا عود لا سيف لا درقه، ربي مسخر له في الكرعين نتاعو. الا بغى ربي يعطيك واحد 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 الموهبه ما كانش اللي يقلعها له. راه يسال البلاد من الحدود للحدود حتى يخلط يلقى العبد سارح الجمال. ها اسمع كيفاش غادي يدير معاه، واسمو باش غادي يدخلو السيد عمر باش يدي الخبر لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الحلقة الثالثة رحنا زايدين فيها، لكن هنا الشاعر كي قال الله يرحمه اللي ألف هذا الكلام وخلاه تاريخ من جد لجد من جيل لجيل. قالوا له يا خاتم الأرسالي وإحنا المجاهدين ربي علينا راقب، وإحنا اللي نزكيه في القتال وحتى واحد فينا ما يكون مدرق، وعلى الدين نهونو الدم الغالي ونضحيو بنفوسنا شباب وشايب. خرجت المجاهدين كل أسودي وعلى الجهاد كل واحد ناجم، فرسة السيوف مجردين في الغمادي ولاية ينجبدو تقول عظاظم. الدرقة والذرع والصنعة داودي. شوف شوف كي داير الركبة اللي غادي يركبوها الصحابة. الدرقة والذرع والصنعة داودي وخناجير باقيين في جواهم وركابات
تضوي قادي وطرحه ويصير في ديما في بالهم فرسان الحيف شهرة العيادي ومن كل نوع خالف ويا فهم حمرة وحمر جاو شاو الغارة شقرة وشقر في تراهم ساروا صفرة وصفر تقول بكارة ولا قحوان في بلاد قفارو بقعة وبقعة فوقهم صبارة يلقاو الهند كي يطلق شرارو زرقاء وزرق تقول قمارة وفي برجهم حمامهم يتداوروا تحياتي للجمهور ورحنا زايدين إن شاء الله في الحكاية وكلام وتفسير وهالكلام نهديه للمؤمنين والمؤمنات وللشباب والشابات باش الناس تولي للحقيقة والله يهدي الأمة لطريق الخير والله يجعل المغاربة 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 غالبين في الكورة ورحنا ناشطين رحم إن شاء الله غالبين كونوا على يقين. نزيد نكررها لكم من عند الشيخ علال الفنان الوجدي ديالكم الحكواتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.